السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل تطبيق ثلاث زال صفحة 95. الجسم المكسوف رأسيا إلى أعلى، عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. بنقرأ المسألة، بنحدد المعطيات، بنحدد المطالب بالرموز المناسبة، ولازم يكون معك ورقة فيها مكتوبة كل المعادلات. المعادلات اللي بشكل عام أنا بستخدم دايما المعادلات بشكل عام وبطبقها على كل حالة، بغير على كل حالة موجودة عندي، بغير بكون حفظت المعادلات مرة واحدة. تضرب حصة الكرة الطائرة رأسيا إلى أعلى من الارتفاع، إذن هذا الموقع الابتدائي، إذن حصة بتضرب الكرة من موقع ابتدائي عن سطح الأرض وبسرعة ابتدائية، وهي السرعة الابتدائية. الكرة ستصعد إلى الأعلى حتى تصير سرعة النهائية صفر، وتقطع مسافة من الأرض إلى الأعلى واي فاينال. إذن الموقع الابتدائي للكرة واي آي، والموقع النهائي للكرة واي فاينال عن الأرض، لأن الأرض هي المستوى المرجعي. وعجلة الجاذبية دائما اتجاهها إلى الأسفل. كم ترتفع الكرة في الهواء عن سطح الأرض؟ المعطيات هي اللي بتخليك تختار المعادلة. أنا اخترت هذه المعادلة اللي هي القاعدة الرابعة مثل ما شرحت لك هون، وشرحت المعادلات قسمت لك هون قاعدة رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4، في لفظ كلامي حولته لمعادلات بعدين استنتجنا. اللي بتقلك الفرق بين مربعي السرعة الابتدائية والنهائية يتناسب طرديا مع الإزاحة، هذه هي. فيك تستخدمها نفسها بالطريقة اللي أنت حافظها، لكن اللي فيها الرموز هذه. منعوض السرعة النهائية صفر، هي السرعة الابتدائية، هي الاثنين. العجلة هذه هي عجلة الجاذبية، واللي قيمتها سالب 9.8. لاحظ ظاهرة السالب عندك تلقائي، بيكون أفضل ما تقول إمتى بحط سالب إمتى بحط موجب. وهي دلتا واي الإزاحة، هذه تساوي للموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي، بتكون استخدمت اللي أنت درسته الإزاحة. من رتبها ربعنا، هذا ناتج التربيع، هذا حاصل ضرب الاثنين في 9.8. عوضت الموقع الابتدائي بقيمته اللي هو هذا. هلا بفك القوس بصير بهذا الشكل، بضرب القيمتين هذول مع بعض، صارت المعادلة بهذا الشكل. هذا الحد بنقله ليسار المساواة، بغير إشارته بصير بالسالب. أجمع جمع مع المحافظة على الإشارة، لأنه سالب مع سالب بنجمع بنحط نفس الإشارة. بستخرج واي فاينال تطلع 3.87 متر، هذا هو الموقع النهائي للكرة عن سطح الأرض. وهذا الرسم. الطلب باء، ما الزمن اللازم لتصل الكرة إلى ارتفاعها الأقصى؟ يعني لازم تستخدم معادلة فيها زمن. انت القاعدة الثانية بتقلك التغير في السرعة يتناسب طرديا مع الزمن، هذه هي. التغير في السرعة يساوي للسرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، وتساوي لجي في دلتا تي. لاحظون حطيت جي، فيك تحط جي، فيك تحط اي، وفيك تستخدم اي المعادلة اللي انت حافظها اللي الى هذا الشكل اللي فيها الكميات هذولي. منعوض السرعة النهائية صفر، السرعة الابتدائية 7.5، العجلة الجاذبية دائما سالب 9.8، مطلوب دلتا تي. رتبناها بهذا الشكل، دلتا تي وتساوي 0.77 ثانية. حاول تحلها لحالك بالمعادلة اللي انت بتختارها وشوف الجواب. الطلب جيم، ما الزمن من لحظة قذف الكرة اللازم لعودة الكرة إلى سطح الأرض؟ يعني الزمن الكلي مطلوب، الزمن الكلي. ف
فمنطبق هذه المعادلة على الحركة كلها. لذلك كتبت لك دلتا واي توتال يعني كلية للحركة تساوي السرعة الابتدائية في تي توتال للحركة كلها زائد نصف العجلة في مربع الزمن الكلي. لاحظ كمان كتبت لك ايه ايه بستبدل لها حسب المكان. المكان عندي هون جاذبية اذا حاحط جي بالسالب. يعني ما بحفظ معادلات كثير، بحفظها مرة واحدة بصورة واحدة وبغيرها على حسب المكان والمعطيات. الإزاحة الكلية عبارة عن الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي. إذا دخلت درس الإزاحة هون، السرعة الابتدائية هذه هي ضرب الزمن ناقص نصف الناقص. منين إجت؟ من عجلة الجاذبية هذه، لأن عجلة الجاذبية سالب 9.8 في تي تربيع. الإزاحة أو الموقع النهائي صفر. ليش صفر؟ لأنه رجع للأرض. هاي لأنه رجع للأرض. الموقع الابتدائي اللي هو هذا، هاي الموقع الابتدائي وهذا الموقع النهائي للحركة كلها. هذه كما هي بنقلها معي السالب، بنضرب تطلع هذه القيمة، برتبها بهذا الشكل، بلاحظ انه حصلت ناقص عنا تي هنا تي سمول. بلاحظ عندي معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. شو بعمل؟ عندكم بالآلة الحاسبة الجديدة تقدر تحل معادلة من الدرجة الثانية وبيطلع عندك الزمن بهذا الشكل. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء. إذا ما عندك هذه الآلة جيبها واسأل مدرس الرياضيات كيف بتحل معادلة من الدرجة الثانية على الآلة. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. كونوا من طلاب العلا.